قام الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية بزيارة إلى الإدارة العامة للدفاع المدني، حيث كان في استقبال معاليه سعادة رئيس الأمن العام اللواء طارق بن حسن الحسن ومدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني. نقل معالي وزير الداخلية لرجال الدفاع المدني تحيات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء حفظهم الله ورعاهم على جهودهم المخلصة التي بذلوها في السيطرة على حريق أحد أنابيب النفط بالقرب من قرية بوري، معبرا معاليه عن شكره وتقديره لرجال الدفاع المدني وأدائهم المخلص وتعاملهم المهني مع هذه الحادثة الإرهابية الخطيرة. حضوري اليوم للدفاع المدني ما في شك هو عشان أشكرهم المجهود المتميز اللي ظهروا فيه، وإن كان العمل بشكل عام كان عمل مشترك، ففي أجهزة وإجراءات اتخذت مشتركة من قبل عدة جهات، ولكن حضور الدفاع المدني في وقت قياسي كان سبب رئيسي في سرعة التعامل مع الحدث، والإجراءات الثانية اللي تمت في إخلاء المنطقة وأيضا إيواء عدد من المواطنين اللي كانوا في المنطقة وإسعاف عدد من المتضررين، كان عمل يشكرون عليه كل اللي شاركوا في العملية. والشيء اللي بين عندنا أيضا أن في تعاون مع الأجهزة الثانية في نفس المجال، فكان في حضور لممثلين ومختصين من شركة بابكو وشاركوا أيضا في هذا العمل ويشكرون على ما قدموه، ويمكن هذا الشيء يؤكد أن في جاهزية عالية في التعامل، ونأكد على أهمية تطوير قدرات الدفاع المدني وجاهزيته باستمرار، ولهم الشكر. وبالمناسبة أنا أيضا بلغتهم الشكر والتقدير من سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وسيدي سمو رئيس الوزراء وسيدي سمو ولي العهد الله يحفظهم. وإن شاء الله أن احنا نسعى إلى أن يكون في تواجد للدفاع المدني في مختلف المناطق اللي يواكب تطوير النهضة العمرانية في البحرين إن شاء الله. بالنسبة لهذه العمليات وهذه الأحداث، أنا وضحت أمس بأن هناك اتصال مباشر مع إيران، وما يقدم لهذه الأحداث الإرهابية اللي تتم في البحرين سواء كان من فكر عقائدي أو من تدريب أو من تمويل، واللي وحتى في التخطيط العمليات من خلال إشراف مباشر، ويرتبط التدريب بالحرس الثوري وعناصر من الحرس الثوري في إيران مباشرة. وهذه ليست المرة الأولى اللي احنا نصرح فيها عن ارتباط العمليات والأحداث الإرهابية في البحرين بإيران، ولكن لازم أن هذا الأمر يكون واضح للمجتمع الدولي وكل من يهتم باستقرار منطقة الخليج، وهذا الأمر اللي نسعى إن شاء الله إلى توضيحه بالأدلة القاطعة إلى كل من يهمهم أمر استقرار هذه المنطقة الهامة من العالم. هناك عمل مشترك وتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، وأننا نعمل من خلال رؤية أمنية موحدة في التعامل مع خلنا نسميها الجيوب الإرهابية. فالوضع بشكل عام مستقر، إنما في هناك عناصر بين الحين والآخر تقوم في عمليات إرهابية، أما تستهدف فيها رجال الأمن أو مثل هاي العملية الأخيرة اللي مع الأسف يعني أضرت أو تضر بالصالح العام وتضر بأرزاق الناس. وهذه عمليات خطيرة، الكل يدينها والكل
ياخذ منها موقف وطني. واحنا ان شاء الله اليوم ننسق الامور في مواجهه مختلف الاعمال اللي تهدد امن البحرين. من جهته أكد مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني أن التضحيات التي بذلت وما زالت تبذل في سبيل أمن وسلامة الوطن لهي أقل بكثير مما تستحقه البحرين قيادة وشعبا، منوها إلى أن حضور معالي وزير الداخلية إلى موقع حريق أنبوب النفط وتوجيهاته الحثيثة أكبر دافع لمواصلة العمل وأداء الواجب.